لما بنتكلم عن العمل الأهلي ولما بنتكلم عن العمل الخيري والتنموي بيبقى الاسم الكبير الحاضر والواضح هو مؤسسة أبو العنين، اسم كبير حاضر في كل الفعاليات المتعلقة بالعمل الأهلي والخيري والتنموي. مؤسسة أبو العنين الخيرية ده من سنين طويلة، من أكتر من حاجة واربعين سنة وهي بتشتغل في خدمة الناس، ومن كتير ومن سنين كتيرة وهي بتشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم الأسر الأكثر احتياجا. وسيادة الريس السيسي مهتم جدا بالمجتمع المدني، مهتم جدا كمان بالناس الأكثر احتياجا. شفنا كمية الدعم اللي قدمته مؤسسة أبو العنين خلال شهر رمضان، كمان عيد الفطر، تحت إشراف سيدة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العنين الخيرية. ودايما أنا لما بذكر اسمها بقول لازم يعني الحقيقة معاها خلية نحل بتشتغل تحت قيادتها، وهي الدينامو اللي بتحرك خلية النحل اللي بنلاقيهم موجودين، والجمعية دايما اسمها حاضر في كل المناسبات. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتك. مؤسسة أبو العنين في موسم رمضان أكثر استعدادا من أي موسم آخر، لأن شنطة رمضان معناها القوت، معناها استعداد المواطن للفرح اللي هيدخل عليه خلال شهر كامل بيتمنى إن العام كله يكون هو شهر رمضان. إحنا السنة دي ما شاء الله يعني لا يقل عدد الشنط عن 250 ألف شنطة قابل للزيارة. قاعدة البيانات اللي عندنا قاعدة كبيرة، كل دوت بالتعاون مع التحالف الوطني الأهلي التنموي تحت توجيهات معالي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله احنا من مؤسسين يعني البذرة الأولى في التحالف، كان لينا نصيب اللي احنا فيه. احنا هدفنا حضرتك مش كفاية بس توزيع شنط المواد الغذائية، احنا عاملين كمان توزيع لحوم من احسن السلالات الموجوده في الجمهوريه كلها. عندنا مجزر هنا من اكبر المجازر الموجوده داخل محافظه الجيزه، عاملين حاجه كمان حضرتك مائده من اكبر الموائد الموجوده خلال شهر رمضان، بنفطر من حوالي من 3000 ل 4000 شخص كل يوم. الحمد لله عندنا من ضمن قاعده البيانات مواطنين كتير اصحاب مرض كبار في السن ما بيقدروش انهم يجوا المؤسسه، الحمد لله عندنا عربيات فرق عمل من المتطوعين تاخد الواجبات وتاخد الشنطه توصلها لحد المواطن لحد بيته وهو قاعد معزز مكرم زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. احنا رابع سنه ننظم هذه الاحتفاليه لحفظ القران الكريم، ولادنا اولاد المهندسين الزراعيين وبنات المهندسين الزراعيين، ونشاط متميز و احنا حريصين على هذا النشاط مع مؤسسة أبو العنين ومع التحالف الوطني. مستوى الجيزة احنا شايلين ما شاء الله المسابقة بتاعت الاتحاد الاقليمي في الجيزة، ودي نجح فيها 10800 رسابة، يعني كان مشارك اكتر من 30000، برضو المؤسسة ما شاء الله شايلة الامر. اما على مستوى الجمهورية اكرمنا كل حافظة القرآن الكريم، مش بس جوائز مادية زي اللي احنا نقدمها او عينية، انما كان فيها الحج وكان فيها العمرة. اتبسطتوا بالهديه اللي بتقدمها مؤسسه ابو العين؟ والله حلو قوي، بجد ربنا يخليك بجد، كلهم كل سنه وانتم طيبين. رسم البسمه على وجوه الشعب المصري كله، واحنا بنشكر مؤسسه ابو العينين. بنشكر الاستاذ محمد ابو العينين وبنقول له احنا سعداء جدا وكل سنه وحضرتك طيب وبخير وبسلامه. على طول مفاجئنا بصراحه، يعني بقول له كل سنه وانتم طيب وربنا يخليك في شعب مصر. فرح كل الاطفال، وكفايه اللعب اللي بننزلها للاطفال جميله برضو. العيد في مصر حاجه ثانيه، يعني مش العيد في السعوديه كويس مره، بس في مصر حاجه ثانيه والله. جمال العيد في مصر ببساطه الشعب، ببساطه الناس، بلمه الناس، وكل سنه ومصر بصحه وعافيه يا رب العالمين.